يقول الحق سبحانه وتعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فكثير من المصائب تحدث للإنسان ويصبح في حيرة، هل هذه من نفسه بتقصير من أخذه بالأسباب أو أنها شيء مقدر من الله سبحانه وتعالى؟ لأن الله لا يختار إلا الخير، فكيف يمكن التوفيق بين اعتقاد الإنسان ومقدر الله سبحانه وتعالى؟ أما السؤال عن الآية: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فهذا كقوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. فالمصائب بأسباب الأعمال، لكن المصيبة قد تكون خاصة وقد تكون عامة، والسبب قد يكون خاصا وقد يكون عاما. ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. الإنسان قد يشعر بأنه ليس عليه خطيئة، لأنه قليل الخطايا، ولأنه إذا أخطأ استغفر، فيقول: من أين أتت هذه المصيبة؟ نقول: هناك شرك لك، قد تكون أعمالهم سببا لإصابتك. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ثانيا، كونك ترى نفسك أنك لست مخطئا، هذه سبب المصيبة، لأن الإنسان إذا اعتقد هذه العقيدة صار معجبا بنفسه، مدلا على ربه، يقول: يا ربي أنا ما فعلت ما يوجب العقوبة أو المصيبة. اعتقاد الإنسان أنه معصوم هو محل الخطأ، يعني من ادعى العصمة فهو الزال الذي لم يعصم، لأن الإنسان يجب أن يعرف نفسه، فأينا لم يخطئ؟ قد يقول قائل: أليست المصائب تصيب النبي عليه الصلاة والسلام؟ فنقول: بلى، تصيب النبي عليه الصلاة والسلام، لكن المصائب بالنسبة للرسول عليه الصلاة والسلام لزيادة علو مرتبته، لأنه صلوات الله وسلامه عليه قد نال من كل وصف جميل أعلاه، وأقول من كل وصف جميل يتصف بالمخلوق أعلاه. الصبر يحتاج إلى شيء يصبر عليه، فلهذا أصيب النبي عليه الصلاة والسلام بالأذى في دعوته، ردوا دعوته وكذبوه وقالوا: ساحر، كذاب، شاعر، مجنون، ألقوا عليه السلة وهو ساجد تحت الكعبة، هذه أذية عظيمة. فصبر. أيضا الأمراض التي تصيبه يصيبه أكثر مما يصيبنا مرتين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. بل عند مفارقته الدنيا في حال احتضاره عليه الصلاة والسلام أصابه من شدة الموت ما لم يصب غيره. لماذا؟ حتى ينال أعلى مرتبة في الصبر على أقدار الله وعلى شرائع الله. فصار الرسول عليه الصلاة والسلام ما أصابه من المصائب الذي نعتقد أنه أصابه من أجل أن تكمل درجة الصبر في حقه، حتى يكون صابرا شاكرا. الشكر نال والله أعلى درجة الشاكر، حتى إنه يقوم في الليل حتى تتورم قدماه ويتفطر ساقه، وقيل له في ذلك قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فنال أعلى درجة الصبر وأعلى درجة الشكر صلوات الله وسلامه عليه.